كريم احمد دلوقتي هو متواجد معانا. كريم بونجور، صباح الهنا عليك. وكالعاده يعني قبل كل مباراه للنادي الاهلي بنحب نعرف الساده كمان المشاهدين ونطمن جماهير النادي الاهلي عن الاستعدادات الفنيه والبدنيه والنفسيه، دي نقطه. عندك اليوم النهارده المران وسير اليوم هيبقى عامل ازاي؟ لو في اي كواليس كمان حابب ان انت تقولها لنا. استقبال بدر بنون عايزين كمان نقف عنده شويه لان كان مشهد يعني ناس كتيره جدا تحدثت عنه ان هو امر رائع او زي ما بتقال كده لمسه كانت جميله جدا برده منه. خلينا نطمن منك في العموم على كل حاجة يعني جاهزية أكيد الفريق. تفضل يا كريم. بالتأكيد طبعا يعني كل التحية لك زميلتي العزيزة نهاوند، زميلي العزيز كريم، وأيضا كمان نقادنا الرياضيين الكبار الأستاذ عبد الحكيم وعالم، وأيضا كمان الأستاذ رامي رجب. يعني بنتمنى كل التوفيق بمشيئة الله إن شاء الله لفرقتنا. يعني كل التحضيرات انتهت خلاص بالنسبة للتحضيرات الفنية. لعيبة النادي الأهلي الحقيقة في قمة تركيزها، في قمة هدوءها، حضرت بشكل كبير جدا اللاعبين الكبار وجلساتهم الثنائية والفردية الجماعية. التجمعات دي كانت مهمة جدا لأن هي مرحلة مش محتاجة تحفيز لكن محتاجة تذكرة بشكل كبير جدا على جمهور النادي الاهلي اللي منتظر بمشيئه الله ان احنا نعود من هنا بالبطوله. كل الامور الحمد لله طيبه جدا من ساعه طبعا ما وصلنا هنا في الدار البيضاء. وجود الكابتن محمود الخطيب، الكابتن حسام غالي كالعاده رئيس البعثه، مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه اللي متواجد بقوته الكبيره جدا في رساله دعم ومسانده كبيره جدا واصله للاعبين، بالتاكيد هذه كل الامور. لو طبعا بنتكلم بشكل عام طبعا في البدايه يمكن بدر بنون عايز اكلمك عليه طبعا تحديدا لان يمكن الناس هجمته بشكل كبير جدا هنا على زيارته الى معسكر فريق النادي الاهلي او ايضا كمان التدريب اللي يمكن ظهر بشكل كبير فيه للتحيه للاعبين. ناس هجمته هنا بشكل كبير ورفضت الزياره، لكن انت عارفه جمهور الرجاء مختلف بشكل كبير جدا عن الوداد. اللي بيشجع الوداد بيتمنى خساره النادي الاهلي، والعكس صحيح، اللي بيشجع الرجاء بيتمنى التوفيق للنادي الاهلي. عشان كده بنقول الحقيقه كل الدعم لبدر بنون، واحد من الشخصيات المميزه، محترم جدا. يعني هو على طول لما النادي الاهلي بيكون متواجد هنا، حتى لما النادي الاهلي كان متواجد وبيلعب الرجاء تواجد معاهم وحيا اللعيبه. يمكن قلنا تصريح مهم جدا امس واول امس، الكابتن محمود الخطيب الحقيقه جمعته جلسه مهمه جدا مع بدر وقال له مجرد ان انت تبطل كوره طبعا بعد عمر طويل النادي الاهلي يفتح لك ابوابه، ولو عايز تكون متواجد في النادي الاهلي هي دي الرساله الكبيره وهي دي قيمه النادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه بشكل كبير جدا في اللاعبين، في الجهاز الفني، في مستر كولر اللي عايز اقول لك بيحضر بشكل دقيق جدا، راجل ما بيسيبش اي حاجه. تكليفاته المستمره الحقيقه لياسين المكاري للتحليل والوقوف على نقاط القوه والضعف، الهايلايتس المستمر الحقيقه من المحاضرات اللي بيتابع بيها بشكل كبير جدا كل الامور الخاصه بنادي الوداد. الاجواء الخاصه اللي خارج المستطيل الاخضر عايز اكد لك يا نهاوند طبعا ان لعيبه النادي الاهلي بوعيها الكبير جدا في فصل تام لهذا الامر. دي نقطه مهمه جدا ان انت تكوني يعني بتركزي فقط لغير في التدريبات، في التعليمات، في التكتيك، في كل الامور دي. التدريب الاول الحقيقه كان قوي جدا زي ما قلنا قبل كده. التدريب الاول بيديكي مدى الانطباع لعيبه النادي الاهلي ومدى رغبه لعيب النادي الاهلي ومدى جاهزيتهم. حماس كان كبير جدا في التدريبات. ايضا كمان التدريب الامس والاخير لفريق النادي الاهلي على مركب محمد الخامس اللي طبعا كالعاده بيكون 15 دقيقه في البدايه مفتوحه لوسائل الاعلام ومن بعدها بيكون غلق تام للتدريب. الحقيقه مستر كولر امس في التدريبات يعني عمل كل شيء، حاول ان هو يوصل لعيب النادي الاهلي اهميه البدايه. البدايه مهمه جدا ان انت تكون بدايتك مهمه، ان انت مفيش حاجه اسمها انت تحرز هدف وترجع تاني، لابد ان احنا لو ربنا كرمنا تحرز هدف واثنين وثلاثه. انصاف الفرص مهمه جدا. كل ده الحقيقه مستر كولر بيأكد عليه في المحاضرات، بيأكد عليه مع لاعبي النادي الاهلي في كل خطوه، في فندق الاقامه، بعد الفطار، بعد الغداء. الراجل بيحاول ان هو يديهم رساله دعم كبيره جدا. منتظرينه بمشيئه الله النهارده مستر كولر في من خارج الخطوط في 90 دقيقه. يا رب ان شاء الله تكون قيادته الفنيه اكثر من رائعه كالعاده. منتظرين لعبتنا النهارده يكون في الحماس والرغبه الكبيره جدا من البدايه. هيكون في بعض المضايقات شفناها قبل كده، هيكون في بعض الامور المعتاده من الجماهير المغربيه كالعاده. هم عندهم رؤيه، عندهم سيستم بيمشوا بيه، عندهم اساليب تشجيع كثيره جدا، لكن للنادي الاهلي بقيمته الكبيره وبخبرته الكبيره ان شاء الله باذن الله يقدر يتخطى هذه الامور، ونقدر بمشيئه الله انا وهند كريم استاذ عبد الحكيم ابو علم الاستاذ رامي رجب نقدر بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله نعود من هنا بالبطوله ال11 بالشخصيه وبالروح المعتاده عن فريق النادي الاهلي وبالجديه الكبيره جدا اللي لمسناها في التدريبات. اتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. شكرا جدا يا كريم. كلمنا لو في اي غيابات برضو نطمن الجماهير عشان في تساؤلات عديده كانت بشان هذا الموضوع. ممكن السؤال تاني؟ معلش السؤال تاني. لو في غيابات النهارده يا كريم، لو في غيابات في الفريق خلينا نعرف منك برضو.
لا الحمد لله، يعني الحمد لله واحدة من الأشياء المطمئنة جدا جدا من البداية إن إحنا بنطمن على حالة اللاعبين الطبية، الكل جاهز الحمد لله. الشناوي أدى تدريبات أكثر من رائعة، لعيبة يمكن كمان في نقطة مهمة، اللعيبة بتحافظ على بعض ودي رسالة مهمة جدا، الكل بيحاول إن هو يحافظ على بعض، لأن إحنا الحمد لله من فترات كبيرة جدا السكواد اللي متواجد مع فريق النادي الأهلي في المباراة النهائية الكل جاهز بكامل قوته الذهنية والفنية والبدنية. عشان كده بقول لك ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ينقصنا أيضا كمان الرتوش الأخيرة اللي مستر كولر يمكن بصم عليها في التدريب الاخير، تشكيل التكتيك سيناريوهات المباراه الامور هتكون ازاي. الراجل مقسم المباراه بشكل كبير جدا، ربع ساعه الاولانيه كلها شكل طريقه اللعب التشكيل، فعشان كده ال11 اللي متواجدين ان شاء الله باذن الله لابد يكون في تركيز كبير جدا في التعليمات، تنفذ التعليمات بكل دقه، اقفل زي ما بيقول كده اقفل ودنك خالص، ركز في المباراه ما تسمعش لاي شيء، ان شاء الله باذن الله 90 دقيقه بكل قوه وبكل رجوله. ويا رب ان شاء الله باذن الله دعوات كل جمهورنا العظيم، وعايز ااكد على جمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي بيتوافد هنا طبعا على الدار البيضاء، بنشوف ناس بتيجي من انجلترا من ايطاليا من اسبانيا من المانيا، الكل عايز يساند النادي الاهلي، الناس حتى هذه اللحظه بتتوافد على فندق الاقامه عشان تحصل على التذاكر. فيا رب ان شاء الله يكون مشهد مميز جدا في مركب محمد الخامس بجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يوم 11 تكون البطوله ال11 في مقر النادي الاهلي. هي صدفه حلوه جدا بالمناسبه، وانا متفائله جدا بالرقم ده، يعني باذن الله خير. مشكورك جدا يا كريم، لكن اكيد تغطيتنا هتكون ويعني كمان بالبرامج المختلفه على قناة النادي الأهلي أكيد هتكون معاك، عشان يعني زي ما بتقال كده توفي السادة المتابعين والجماهير يعني لحظة بلحظة إيه اللي بيحصل من كواليس وغيره واستعدادات لغاية وقت المباراة بإذن الله. كل التوفيق لكم، وسلم لنا يعني لو قدرت على كل الفريق وكل البعثة اللي عندك موفقين بإذن الله. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز كريم أحمد. أجواء مطمئنة.